بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي المشاهدين أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجنا وبرنامجكم لك خاصة. خلونا قبل ما نبدأ حلقتنا الليلة نرحب بالدكتورة نفيسة. كيف دكتورة؟ كيف يا شيف؟ ومساء الخير على كل مشاهدي برنامجك خاصة. ليلة مع حلقة الخميس وحلقة نهاية الأسبوع، نتمنى أن تكون متابعين لنا، وعلى حسب زي ما قال شيف إبراهيم على حسب الرغبة بتاعتكم إن شاء الله الليلة مع أنواع الخبايز المختلفة. وأي كان الفكرة بتاعت الخبيز بالنسبة له صعبة، لأن جايب لكم شيف إبراهيم أنواع من الخبايز، نتمنى أنكم تتابعونا. وما تنسوا أنكم برضو تواصلوا معنا على الرقم الظاهر لكم أسفل الشاشة ولا على الفيسبوك سودانية 24.tv. طيب دكتورة، طبعا زي ما قلت احنا بناء على رغبة السادة المشاهدين، الليلة السادة المشاهدين طلبوا مننا عايزين يعرفوا طريقة عمل المعمول، عمل الغريبة، عمل البوتي فور. تمام، هنعمل برضو النهاردة غريبة الكاكاو، يمكن تكون جديدة. الغريبة العادية اللي احنا هنبدأ بها حلقة الليلة، طريقة بتاعتها سهلة وبسيطة، وإن شاء الله كل المكونات والوصفات الليلة النهاردة تكون سهلة وبسيطة زي ما عودناكم دايما. قبل ما نبدأ حلقتنا نبدأ الأول نشوف مقادير الغريبة ونرجع نشتغلها مع بعض. رجعنا لكم أعزائي المشاهدين، شفنا مقادير الغريبة، وريت الناس تكون ركزت معها شديد، إنها مقادير بسيطة جدا ما فيها أي حاجة، والطريقة بتاعتها سهلة وبسيطة. إحنا بنضرب السكر مع الزبدة أو السمنة لغاية ما تعمل معي فوم، لغاية ما تفور معايا، وبعد كده بكون دخلت الدقيق معه وشوية رشة البيكنج باودر بحطها عليهم لغاية ما تبقى عندي العجينة ملساء بالطريقة دي، يبقى ما فيها اي تعقيدات. غريبة يمكن الغريبة الكاكاو شويه هنشتغلها مع بعض، لكن دي ما فيها اي حاجه زي ما قلنا، السكر مع الزبده وبعد كده بننزل عليهم بالدقيق لغايه ما تبقى عندنا العجينه ملساء بالشكل ده. تمام، بنعمل منها كور صغيره يا دكتوره. حتى طريقه عملها يا شيف مع صاحبها سهله جدا، من ابسط انواع البسكويت يعني. ايوه بالضبط. طبعا من فوق طبعا زي ما انا عايز، ممكن اخط عليها البرونفل، ممكن اخط عليها فستق سليم، فول سوداني سليم، ممكن اخط بيسموها شو دي الحلويات، حلويات مسكره. تمام، يعني الحاجه اللي انا عايز اخطها ما ممكن فيها اخطها فيها. هاي يبقى كده احنا دي الغريبه. تاني بقول مقدار الزبده مع مقدار السكر في المكنه لغايه او المضرب الكهربائي لغايه ما العجينه تفور مع، يعني تهيش معايا الزبده مع السكر، وبعد كده بكون ناخد. بس زي ما انت قلت ان نحطها في حته بارده صح؟ عشان هي دي زبده طبعا ما بتتحمل، يعني كل لو ما هشتغل بيها تكون في الثلاجه طبعا. الثلاجه اي طبعا. اوكي الطريقه دي طبعا البسكوتات زي ما معروفه انه هي بتحتوي على نسبه عاليه من السكريات، برضه بتحتوي على نسبه عاليه من الدهون، بتحتوي على نسبه عاليه من الكربوهيدرات. يعني انا بقى السكريات تحديدا البسكويت تحديدا انا بنصح انه الناس اللي هي حابه انها تنزل وزنها، الناس اللي تكون معرضه انها هي لانها تجيها سكر، الناس اللي عندها سكري، كل الناس ان هي حتى البسكويت، حتى احنا الناس اللي بيكونوا ما عندهم عرضه لاي نوع من انواع الامراض ان تكون قطعتين حق البسكويت كفايه خلال اليوم، لانه كل ما زدنا من كميه البسكويت احنا بنزيد، نكون زدنا كميه بتاعت الدهون، نكون زدنا كميه السكريات، نكون زدنا كميه بتاعت نشويات اكلناها. احنا بناخذ بس لكن حاجه فيها فيتامين ما فيها فيتامين، ممكن تكون الناس بتاخذها ان هي بس حاسه ان هي فاخذه سكر، لكن انا بقول لكم قطع الكميه المفروض ان الزول ياخذها هي تكون قطعتين ما اكثر من قطعتين. طيب يا ريت برضه الشباب في الكنترول ينزلوا لنا ثاني المقادير، لان هي الوصفه دي اهم حاجه فيها المقادير. الشغل فيها ما كثير لكن اهم حاجه فيها المقادير، عشان اللي ما لحق يكتب المقادير او يصور المقادير يرجع ثاني يكتبها معانا ونقولها معانا عشان يبقى متابع معانا الطريقه بتاعتها.
بعدين الشيء زي ما انت قلت اهم حاجه ممكن ناخذ فيها فول سودان ولا ناخذ فيها اي نوع من ممكن ما ناخذ حاجه خالص ممكن ما ناخذ حاجه لكن انا بقول لك انه كان خدينا فيها الفول سودان يمكن نكون زدنا شويه كميه بتاعت حديد او زدنا كميه بتاعت اوميجا 3 اديناها شويه قيمه غذائيه احسن منها هي تكون احسن منها هي تكون بس كميه بتاعت سكريات وكميه بتاعت نشويات حتى اذا احنا اخذناها بنشربها مثلا مع شاي مع شاي تحديدا شاي بالحليب احسن برضه ما يكون معاه شاي بالحليب يا اما يكون شاي ساده او يكون حليب لانه احنا نعمل شاي بالحليب حنكون برضه ما استفدنا من كميه البروتين اللي الجسم محتاج ليها ولا استفدنا من مكونات الشاي اللي ممكن نزول يستفيد منها لانه الشاي مع الحليب زي ما عارفين مجرد ان احنا نلخبطهم مع بعض الحليب الموجود لنا في البروتين الموجود لنا في الحليب بيرتبط مع الكافيين وبتخلص منهم الجسم معناته احنا ما استفدنا من بروتين ما استفدنا من مكونات الشاي ولا حاجه وما استفدنا من الخبيز صغير إذن زدنا جسمنا كمية بتاع الدهون وكمية بتاع النشويات زيادة. تمام دكتورة. بالنسبة للحلويات اللي زي أو الخبايز بالذات وبالذات الأحجامها صغيرة يعني ما بتكون كبيرة. بتكون محفزة ذاته يعني الناس مع الشاي وأنا بتسرح كده فيها. تسرح فيها. بعدين أهم شيء القعدات والناس بتأكل منها يجيف وتحديدا يعني هي من الخبايز كلها بأنواعها هي بتساعد لنا على زيادة الوزن بصورة شديدة تحديدا منطقة البطن والفخذ يعني بيكون بنسبة كبيرة بتزيد الأحجام عشان كده نقول لك والله أنا ما بأكل حاجة كثيرة لكن يمكن أكون بس بأكل أنواع بتاع سكريات معينة أو أكل بكل بس الخبايز لا. قاعدة الشاي ذات الناس تقعد في قاعدة بتاع الشاي ويكون معها نوع من انواع بسكويت ويكون معها نوع من انواع الكيك بكميه كبيره والناس تسرح فيه وده ممكن يزيد لنا يساعد لنا زياده الوزن بصوره كبيره والحجم تكون ما مرغوبه عشان كده دائما احنا الحاجه كل ما زيد عن حدها بتكون ما كويسه عشان كده احسن حاجه قطعتين لثلاثه قطع حتى لو انت كنت ما بتعاني من اي نوع من انواع الامراض. طيب تاني برضه نقول للساده المشاهدين المقادير كانت نزلت على الشاشه مع بعض المقادير بتاعتها بسيطه جدا ومكوناتها بسيطه جدا السكر والزبده او السمنه مع البيكنج باودر تمام احنا دكتوره نزلنا بالسكر وال وصار طبعا الدقيق طبعا الدقيق تمام نزلنا اول حاجه بالزبده و او السمنه وال الحاجه الموجوده الحاجه المتوفره الماده الدهنيه المتوفره نزلنا بيهم وبعد كده خليناهم لغايه ما يتضربوا مع بعض كويس جدا ويبتدى يعمل قوام كريمي كده بتبتدي تهيش معايا بعد كده بنزل بيه طبعا الدقيق مع البيكنج باودر بنزل بيه لغايه ما بحصل على العجينه اللينه الملساء اللي احنا شايفينها دي بنكورها كور صغيره كده و عقل الصباع كده اهو بنضغط عليها بالراحه كده اهو اهو طريقة سهلة جدا نشوفها محتاجة اي نوع من انواع ما يكون عندها مقطع معين ولا حاجة ولا صينية معينة ما بتحتاج طبعا ما زي حتى المكونات ما مكلفة مكوناتها بسيطة جدا وكل طبعا معروف كل ما البيتي فور يكون سوري الغريبة تكون هشة كل ما تكون الطريقة بتاعتها سمحة يكون طعمها احلى ايوه برضه شوف احنا بالنسبه حتى بالنسبه للاطفال عايز احنا مثلا عايز نخليهم انه هم يكون مثلا حاجات ليهم ثابته مع الحليب الصباح او مع الشاي الصباح دائما بقول لكم انه دائما يكون احسن يكون نوع بتاع انواع كيك او نوع بتاع بسكوت انت بتكوني عاملاه وعارفه المكونات بتاعته يعني انت ما تشتري حاجه من برا انت ما عارفه مكوناتها ممكن تكون اغلبها ما فيه مواد غذائيه كافيه احسن انت تجيبها في البيت وتعمليها تكون عارفه كميه اللبن خدتها وكيف بدل ما خدت الزبده والسمنه خدت زيت عشان كميه زيت تكون الدهون بتكون بسيطه غير كده الدقيق انت ضامناه انه هو يكون نظيف ما يكون فيه اي حاجه بعدين حتى الكيك زي ما قلت لكم دائما كل ما نخوض معه نوع من انواع الفواكه بيساعد لنا انه يزيد لنا القيمه الغذائيه بتاعه الماده اللي انا حديها اليوم حديم كيكه بتكون معاها فواكه احسن ما تكون كيكه بس نشويات وسكريات. طبعا دكتوره احنا كده خلصنا الغريبه زي ما قلنا الطريقه بتاعتها سهله وبسيطه جدا وما بتاخد لا اخذت مننا زمن ولا وقت ياشيف ولا مكونات خالص يعني هي زي ما انت شايفه كده الطريقه بتاعتها سهله بس طبعا الساده المشاهدين طلبوا ان احنا نعيد عليها واحنا بنعيد ونراجع مع بعض طريقه عمل الغريبه والنهارده كمان عشان برضو يبقى في حاجه جديده في الحلقه قلنا هنعمل غريبه الكاكاو تمام كده احنا الغريبه بتاعتنا جاهزه ندخلها الفرن يا دكتوره هتاخد هتذكرك عشان كده بتاخد كم من الزمن ياشيف عشان نذكرك بالزمن هي طبعا بتاخد حوالي تلت ساعة او حسب الفرن دايما بنقول التسويات بالذات في الافران حسب كل فرن والفرن بتاعه طبعا بيكون مرتب الفرن بتاعه حسب غاز او كهرباء او
في افران بتكون سخنه جدا يعني درجه الحراره بتاعتها بتكون عاليه، طبعا سيده او صاحبه الفرن بتكون عارفه القصه دي. طيب احنا دلوقتي انتهينا من طريقه عمل الغريبه، دي كانت من اول الاطباق اللي احنا اشتغلناها. بعد كده بنمشي نشوف طريقه عمل المعمول ونجي نشتغله مع بعض. رجعنا لكم تاني اعزائي المشاهدين، شفنا المكونات حقت المعمول، وشيف ابراهيم ما شاء الله صيح لنا الزبده او السمنه. احنا ما في المقدار ده عندنا في زبده وفي سمنه. تمام. اول حاجه بنعملها ان احنا بنخط الزبده الاول في المكنه بتاعتنا. تمام. ونظبط كويس. ليها معانا شويه. بعد كده عندي سكر البودره، بس الزبده بتاعتي شويه فوق. كده مع الحبايب يكون سكر بودره، معظم انواع الحبايب يكون سكر بودره. هي الريحه طلعت اسود. لا لا بس كويس ان انت كده معايا. تمام. ونحط السكر البودره. والسمنه. نضرب بره الكوره. وبعدين نكسر البيضه. وبنزل بالدقيق حبة حبة، لكن ممكن قبل ما احط الدقيق احط رشة الملح و البيكنج باودر وطبعا الحبهان المطحون، ده اللي بيدي التيست او الطعم بتاع المعمول. ما
بتحتاجي فانيليا يا ها؟ فانيليا. لا لا مع الحبهان، الحبهان بيكسر ال بعدين بنزل الدقيق بتاعي يلا بابا كده حبه حبه. ريحة الحبهان طلعت. الحبهان جميلة شديد يا شيخ. دي الريحة المميزة دي المعمول طبعا. الحبهان بس مسحون صح؟ ايه؟ مسحون بس. مسحون هاي. نزل شوية كده. تطلع عندي العجينه بالشكل ده يا دكتوره اللي انا برضو لينا بقدر اشكلها. بيكون عندي هنا القالب بتاعي، ممكن يكون عندي القوالب اللي هي قالب واحد اشكله واقف في الصينيه، او زي ما انا هعمل كده انا بحط في الصينيه دي الاول بعد كده بدخله شويه الفرن وبعد كده بقلبه عشان ياخد اللون بتاعه بالشكل المعتاد. طيب يا شيف احنا ما عندنا القوالب، ممكن تكون شنو طريقه ثانيه لو يعني ما عندنا غير قوالب؟ اي لا هي ممكن تتعمل بطريقه ثانيه غير زي ممكن بالمنقش بتاع الكعك. الكعك تمام، المنقش بتاع الكعك ده ممكن برضو يدينا نفس النتيجه. طيب احنا كده جهزنا، بعد كده بيكون عندي العجوه تمام. شوف الصينيه دي طبعا شايف المعمول عكس تماما الغريبه، زي ما قلت لكم الغريبه في بالنسبه للغيبه الغذائيه بتاعتها، يعني كميه بتاعه دهون وكميه بتاعه بتكون بروتينات وكميه بتاعه دهون النشويات والسكريات، لكن كمن ناحيه الفيتامينات انا ما بستفيد منها من الفيتامينات الا انا اخذ معاها مثلا خدت معاها فول سوداني، خدت اي نوع من المكسرات في الزينه فوق كده اكون استفدت شويه من انواع المكسرات اللي انا اخذتها فيها، لكن مجرد ما اخذتها هي بس ما حتكون فيها كميه بتاعه فيتامينات كثير، عشان كده تشرب مع حاجه فيها فيتامينات يا اما حليب صافي يا اما عصير عشان احنا نكون اخذنا ادينا جسمنا فيتامينات. طب دكتور زي ما انت شايفه كده انا بلف العجوه في الطاوله اللي انا كنت شغال فيها السمنه تدي فيها نكهه جميله، دي نكهه سمحه. طب شايف في ناس بيعملوها اول بالسمنه تتحمص اول حتى بعد ذاك ممكن برضه هاي، لكن سمنه بلح معه سمسم، في ناس بتحط السمسم وفي ناس برضه ما بتحب السمسم. صح، يعني في ناس بيعانوا من الحساسيه اختياريه برضه. اي عفوا ليلى. طيب بص على القريبه بتاعت برضه عشان ماشي كويس. الفرن النهارده الحاله بتاعته اللي هي ايه يعني كويس شغال. هو الفرن ده بحالات يعني 2 6 8 10 12 طبعا على قدر الفورمه بتاعتنا اهو كده. انا جهزت العجوه بعد كده العجينه ما هخليها ترتاح يا شيف؟ لا ممكن ترتاح. ما بتحتاج بعمل. لانه عندنا سمنه وزبده هنا صح؟ بعمل كوره كده و افتحها في النص وبجيب العجوه بتاعتي كده اه دكتوره الامها كده وبرجع احطها في الفورمه واضغط عليها بالشكل ده. تمام هكمل الوحدات بتاعتي، لكن خلونا نمشي فاصل نرجع نكمل مع بعض المعمل.
ورجعنا لكم مره ثانيه اعزائي المشاهدين. كنا قبل الفاصل دكتوره بدانا في عمل المعمول، عملنا العجينه بتاعته، شفنا الطريقه بتاعتها، وهسي عملنا جهزنا الحبات العجوه، وقلنا ممكن تتعامل ساده او ممكن تتعامل بالسمسم. تمام، انت قلتي في ناس بتحمصها في السمنه، انا جبت الطول اللي انا اخذت منها مقدار السمنه وخطيت فيه الكور الشوكولاته، بتاخد تيست من السمنه. في الفورمه بتاعتي قلت ممكن نستخدم المونجاج بتاع الكعك، او لو عندنا الفورم بتاعه المعمول، او عندنا صينيه زي كده برضو بتدينا نفس النتيجه. انا في الصينيه دي بديها تسويه فتره كده وارجع اقلبها تاني عشان تحمر من تحت. في في افران تسويها كلها مره واحده، تطلع بالصينيه تقلبيها خلاص يكون جاهزه. تمام، هذه كده دي طريقه المعمول بناء على طلب الساده المشاهدين، عملناها قبل كده وبنرجعها تاني مع بعض. طب معنا تليفون من ميسره جبل اولياء. السلام عليكم يا شيف، كيف الحال؟ يا استاذ ميسره كيف اخبارك؟ الله يخليك. الحمد لله رب العالمين، نحمد الله. والله يا دكتور كيف حالك؟ كيف يا ميسرة كيف أخبارك؟ والله الحمد لله تمام. والله الحمد لله، تفضل. يعني متابعة شديدة معاكم وما شاء الله على حاجاتكم الجميلة الرائعة في اهتمام البشر. يعني الله يخليك يا استاذ ميسرة. بس المدام بتطلب ان دايرة الوصفة المقادير بتاعت الوصفة بتاعت المعمول، لأنه واحد بنعمل البداية المعمول. يعني المعمول مغاديره حاضر جدا. يعني هو الليله النهارده ان شاء الله استاذ ميسر انا اسال الكنترول اول باول، ان شغل الليله مقادير اهم حاجه فيه. المقادير فعلا احنا معاك في الحته دي فعلا، فهنعيد مع بعض ان شاء الله. حاضر نعم لو ان شاء الله عشان نقدر نتابع. تسلم تسلم استاذ ميسر. اي سؤال ثاني؟ والله يا اخي اذن لك تخيرك وربنا يوفقكم ان شاء الله. تلبيت اللي طلبك طوالي، اهي المقادير على الهواء يا استاذ ميسرة، وان شاء الله اثناء الحلقه هنقعد نعيد فيها لغايه ما الناس كلها تقدر تقول. اهلا اي ان شاء الله. اهلا وسهلا بك. المقادير بس نزل علينا. اهلا وسهلا بك. الله يخليك. شكرا لك على اتصالك. الله يخليك. طيب يا دكتوره احنا كده تمام يا شيف. طيب يا شيف بياخد كم من الزمن المعمول؟ معظم الخبايز على فكره ما بيزيد عن 3 ساعات. 3 ساعات. يعني عشان طبعا نروحها خفيفه لان فيها الزبده ما بتلحق تزيد عن ربع ساعه. طيب. طيب يا شيف احنا قبل ما نمشي الوصفه اللي بعدها، بالنسبه للغيبه الغذائيه حقت المعمول بتختلف تماما عن الغريبه اللي عملناها في البدايه. احنا هنا في المعمول هنا نفس المكونات لكن ضفنا لها البلح، بما مجرد احنا ضفنا البلح معناته استفدنا من الغيبه الغذائيه جديده ضفناها لنا، زي ما عارفين ان البلح بيحتوي على نسبه عاليه من البوتاسيوم والكالسيوم والفسفس، برضه بيحتوي على الاملاح، وبرضه بيحتوي لنا على فيتامين الف وفيتامين سي وفيتامين بي. من الحاجات الجميله جدا البلح، مجرد احنا بنضيف لاي نوع بتاع انواع خبائز بيكون ديناه وغيمة غذائية زيادة. وبرضو البلح عنده فوائد كثير للناس اللي بتعاني من مشاكل المعدة، الناس اللي بتعاني من مشاكل عظم الهضم، والناس اللي بتعاني من الإمساك برضو مفيد لهم جدا، حتى للأطفال اللي بيكون عندها نقص في الحديد ونقص في الكالسيوم. احنا بنقول الأمهات برضو منه هم يشيلوا مية البلح برضو يدوها للطفل بعد عمر 9 شهور، وحتى الأطفال اللي بيكون لسه سنونه برضو ما يعني يبدوا في مرحلة إن هي تصهر السنون برضو ممكن يستخدموا البلح، لأنه من الحياة اللي بتكون مفيدة جدا، حتى المية بتاعتها مفيدة. وبالنسبة للناس الكبار في السن اللي بيعانوا من عدم وجود الاسنان، ممكن تكون العجوة بالبلح من انواع الاغذيه بتكون مكتمله تماما بكل المواد الغذائيه الممكن يستفيد منها الشخص. طيب يا دكتوره احنا كده انتهينا من طريقه عمل المعمول، وزي ما وعدنا استاذ ميسره والساده المشاهدين كلهم ان شاء الله اثناء الحلقه هنبتدي نعيد في الوصفات. كيف نوريه الطريقه بتاعت المعمول عشان يعرفوا يكون عارفين المغادير والطريقه. نقول ثاني بسرعه كده، احنا ضربنا السكر مع مقدار السكر مع، يا ريت الجماعه ياخد لنا برضو المغادير على الشاشه ثاني عشان نتابع مع بعض. حطينا السكر مع الزبده وسوري ضربنا الزبده الاول لوحديها، وبعد ما ضربنا الزبده لوحديها حطينا معاها السمنه وبعد كده والسكر، وبعد كده نزلنا به الدقيق، خطينا البيكنج باودر، خطينا الحبهان، خطينا البيكنج باودر والحبهان ورشه الملح، علشان الملح دايما يا جماعه بيتخط مع الدقيق عشان يسحب الرطوبه اللي في الدقيق. تمام، بعد كده اخذنا منها كور حسب الشكل اللي انت عايزه تعمليه او حسب الفورمه اللي عندك. ممكن قلنا في الفورمه اللي هي خاصه بتاعت المعمول في الصواني اللي احنا اشتغلنا عليها ما في حاجه خالص، بنعملها كور وبعد كده بنبططها بايدينا بننقشها زي الكعك، ممكن نحشيها طبعا
عجوه وممكن من غير بالمناسبه لو ما داير عجوه ممكن من غير. دي طريقه بسيطه وسريعه كده للمعمول، والمقادير برضو رجعناها مع بعض. بعد كده هنشتغل ان شاء الله في طريقه عمل الغريبه بالكاكاو. عملنا الغريبه البيضة. هنشتغل دلوقتي الغريبه بالكاكاو. خلونا نمشي نشوف المقادير نرجع نشتغلها مع بعض. ورجعنا لكم اعزائي المشاهدين. هنبتدي نشتغل في غريبه الكاكاو. شفنا المقادير فيها اختلافات بسيطه عن الغريبه العاديه البيضاء. يعني في عندنا هنا بيض تمام، عندنا هنا نشا، عندنا هنا خميره. الحاجات دي انا ما استخدمناها في العجينه اللي فاتت. طريقتها برضو سهله كالعاده زي معظم الخبائز بالمناسبه يا جماعه. الطرق بتاعتها ما زي الفطاير. الفطاير في عجاين وتتخمر ونص ساعه وبعد كده تدخلها الثلاجه وتريح شويه وكلام زي كده. الخبائز احنا الخبائز زي ما احنا شايفين ما بتاخد اي مشكله. اول خطوه هنعملها نحط الدقيق والسكر والكاكاو، يعني تقريبا كل المقادير ما عدا البيضه وشويه المويه المكتوبين في المقدار. تمام. يعني المقادير اللي اتكتبت قدامكم على الشاشه، ويا ريت ناس الكنترول اول باول ينزلوها على الشاشه، دي كلها بنزل بيها في المكنه ما عدا البيضه وشويه المويه. تمام. والمقادير الناشفه بالظبط كده. تمام. لا ما فيهم زبده سمنه، يعني زبده او سمنه الموجوده عندنا الموجود في يعني معاهم اهو. انا عندي كوبايه بتاعت سمنة أو زبدة، ناخد حتة كمان. تمام. أهي. أوكي. كده أنا خطيت كل المقادير المكتوبة عندي في الوصفة ما عدا البيض وملعقتين الموية أو شوية الموية صغيرين اللي هم هجيب بيهم القوام بتاع العجينة بتاعتي. تمام. أهو. اضرب مع بعض لغايه ما كله يتجانس. دايما احاول اشتغل بالسمنه او بالزبده بدرجه حراره الغرفه. تمام. ولما يكون عندي وصفه دايما بشتغل بيها بالذات في الحلويات والخبايز بتاعت بيض برضه يكون بدرجه حراره الغرفه، ما اجيبها من الثلاجه. تمام. كلها بتساعد على ان الكيكه ولا الخبز
لا وكمان البيضه بالذات من البيضه لما بتكون درجه حراره الغرفه لما اجي احطها مع الوصفه بتتجانس سريع الوصفه بتاعتي، لكن لما تكون طالعه بارده تمام عكس احنا بنيجي نعمل اومليت ولا كده بنقول تطلعها من بره بدل تيجي تعملها بتلاقي الاومليت بينفش معاك وبقى شكله حلو كده، لكن في هنا انا داير انها تتجانس سريع مع بقيه المكونات. ايوه لسه لسه برضه شيف، برضه ما ننسى نذكر مشاهدينا التواصل معنا الليله، الناس اللي كانوا عايزين يعملوا الخبايز، وإذا كان عنده سؤال في الخبايز والغريبة والمعمول إنه هو يتواصل معانا على الرقم اللي ظهر لكم أسفل الشاشة ولا على الفيسبوك سودانية 24 تي في. يا دكتورة زلت بعد كده قلت بضرب البيضة. البيضة يا جماعة لو الزول ما هيعرف يكسرها اكسرها الاول بره وبعد كده اشتغل. لسببين، السبب الاولاني عشان ما الجسم ما يوجع مني، والسبب الثاني لعل وعسى ان البيضه تكون فاسده فقبل ما ارميها على بقيه المكونات واخرب المكونات كلها يبقى ممكن اجدعها واعمل بيضه ثانيه. يعني هذه اسلق يا شيف بره بالضبط كده وشويه المويه يعني على قدر الملقه بتاعت مويه دي بس شوية دقيق ألمها بالدقيق بإيدي تمام. دايما قلنا العجينة دايما نلمها بالدقيق دايما نخفها بالمويه تمام، ده على حسب أي زول العجينة تجي معه، يعني الناس ما تمشي بالمقادير شيف، ممكن تزيد ممكن تنقص ما بي حسب برضو خدي بالك يعني كمية السمنة أو الزبدة اللي أنا خطيتها، البيضة حجمها كبير صغير تمام، المويه ممكن يعني زودت اي بالظبط كده، كل الكلام ده لازم احطه في حساباتي عشان كده انا عايز في الاخر قوام معين اوصل له كيف بعد ما بنتهي من خلط المكونات كلها. والله عايز دقيق بديله دقيق، عايز مويه بديله مويه تمام تمام. دي قاعده دايما في الخبايز والحاجات اشتغل بيها اهو، غير شويه دقيق كده بسيطين عشان برضه انا ما عايزها تنشف مني تكون ناشفه. الطريقة دي كده العجينة بتاعتنا جاهزة برضو ما محتاجين ترتاح يا شيف صح؟ لا 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 على طول اشتغل بيها كده. طب دكتورة باجي هنا في الصينية بتاعتي اهو بنفس الطريقة بتاعت الغريبة الثانية، نفس الطريقة بجهز الكور بتاعتي وبعد كده بخط ليها فول سوداني لوز زبيب حاجه اللي انا ما اخدت حاجه خالص برضو ما في مشكله اوكي. تاني يا جماعه نعيد مع بعض غريبه الكاكاو، خلطينا كل المقادير اللي في الوصفه مع بعض في المكنه وبعد كده بعد ما اتجانست كلها مع بعض نزلنا بالبيضه وملعقتين المويه او ملعقه المويه لغايه ما يوصل معانا القوام اللي احنا عايزينه. زي ما انتم شفتوا كانت لسه لينه اديناها شويه دقيق ما مشكله، في الاخر انا عايز القوام بتاعها يبقى عجينة ملساء ولينة كده زي اللي انا شغال فيها اهي تمام. وقلنا بنفس الطريقة بتاعت الغريبة البيضة، بس احنا طبعا الاختلاف ورينا البيضة والنشا والخميرة تمام، شفناها مع بعض على الشاشة بعد ما بتستوي وهسي هنحطها تاني برضو عشان طبعا نشوف. بالنسبة للغريبة الغذائية للغريبة حقت الكاكاو بتختلف من الغريبة العادية، احنا اول شيء هنا زدنا الكاكاو، طيب عارفين انه الفوائد حقت الكاكاو من الحاجات المفيدة جدا بتساعدنا، يعني فيه مواد بتساعدنا على التركيز، بتساعدنا على الناس اللي بتكون زهجانة والناس اللي بتكون ماكر، احنا نقولين برضو ان هم ياخذوا الكاكاو بتعدل لنا المزاج. الحاجة الثانية برضو بيحتوي حاخد فيها اللوز ولا الفول السوداني برضو فيه الاوميجا 3 بتضيفناها كده قيمة غذائية زيادة، وثاني برضو خطينا فيها البيض لها نسبة بتاعت بروتين
وبرضه فيها بروتين موجود لنا برضه من الزبده اللي حطيناها، وحطينا برضه فيها نسبه بتاع الدهون الزبده، وحطينا نشويات الدقيق، يعني معناته برضه كميه المفروض تاخذ 3 قطع ما اكثر من 3 قطع بالنسبه للناس اللي حابين انهم ينزلوا وزنهم، والناس المعرضين للسكر النازل عندهم الكوليسترول برضه ما ياخذوا كميه كثيره، قطعه واحده تكفي جدا، لانه البيض كوليسترول بيحتوي نسبه عاليه من الكوليسترول، بالنسبه للناس اللي عندهم سكري فوق سكر، بالنسبه للنشويات برضه يحتوي نسبه عاليه من النشويات وفيه دهون بكميه كبيره. طيب دكتوره برضه من الحاجات اللي احنا لازم نراعيها في الغريبتين، يعني الثانيه فيها بيكنج باودر مواد رافعه، دي فيها خميره مواد رافعه، فلازم انتبه كويس للحجم بتاعها علشان يديني الحجم اللي انا عايزه. يعني انا عشان اخذ الحجم اللي هو شفناه مع بعض في الكاميرا لازم تكون كرات صغيره، عشان بعد كده لغايه ما تفرد وتنفش معاي في الفرن تديني الحجم اللي انا عايزه. تمام. طيب يا شيف برضه في واحد من المتواصلين معنا بيسالونا انه ممكن ناخد الباكنج بودر، بيكربونات الصوديوم. ايوه بيكربونات الصوديوم. في وصفات طبعا ما بتخش فيها بيكربونات الصوديوم، لكن دايما بيكربونات الصوديوم حتى ما بتخش في المواصفات ما بتتعدى الملعقه الصغيره او نص الملعقه الصغيره. ليه؟ لان هي بتدي يعني في وصفات اللي هي بيحطوا فيها المياه الغازيه. تمام. هي بتعمل نفس الفكره، لكن احنا النهارده مثلا عندنا البيكنج باودر اللي هم بيقولوا عليه الخميره الحلوه، يعني دايما ليه يسموه الخميره الحلوه؟ لان هو بيخش في الحلويات. البيكربونات الصوديوم دايما بتلاقيها موجوده في الفطاير المالحه. ليه؟ لان المزازه اللي في البيكربونات الصوديوم بتروح مع الملح ومع الخلطه ومع الحشوه ومع الحاجات دي، لكن في الاصناف الحلوه دايما يعني هتلاقيها بعد ما يعني السقف اللي هو الحته بتاعه الحل بتاع السقف، الحته المختصه بالطعم او بالتذوق هتلاقيها في الاخر خالص بتظهر معاك يعني. فيستحسن دايما يا نستخدم بيكربونات، سوري نستخدم بيكنج باودر وده الاساس دايما، او زي ما انا استخدمته ممكن في حالات زي النهارده الوصفه بتاعت النهارده الخميره. لكن لان هي الفكره بتاعت البيكربونات حاجتين، ان هي بتعمل هشاشه بتهشش تخلي الحاجه هشه. تمام. وبرضه بتساعد مع المواد يعني احنا نقول لها يا شيف في نوع معين انه ممكن تستخدم فيه بالظبط، ما كل الانواع، ما كل الانواع طبعا نحن نستخدم. اوكي. طيب يا دكتور انا كده هكور اللي هناي برضه قبل ما يمشي الفاصل عشان الناس تعرف احنا يتابعوا معانا زي نفس الطريقه بتاعه الغريبه، لكن انا بحط عليها زي تمام والنفول سوداني او اللوز. تمام. الحاجه المتوفره عندنا شيف عشان ننزل القيمه الغذائيه بتاعتها بالظبط كده اهو نعملها كده. طيب انا هكمل باقي الكرات لغايه ما نمشي فاصل نرجع نواصل مع بعض حلقتنا دي. ورجعنا لكم مرة تانية أعزائي المشاهدين، مشينا فاصل ورجعنا. الليلة النهاردة يوم الخبائز، عملنا الغريبة، عملنا غريبة الكاكاو، عملنا الغريبة البيضة العادية، عملنا المعمول، وبنيجي لآخر صنف من أصناف الليلة البيتي فور. البيتي فور طبعا يا دكتورة من برضو البسكويتات الهشة. تمام. بتتعمل على كذا مرحلة، طبعا العجينة وبعد كده بيتخبز وبعد كده بيتحشى، يعني نتكلم بسرعة كده، لكن خلونا نشوف مقادير البيتي فور ونرجع نشرحها مع بعض.
رجعنا لكم تاني اعزائي المشاهدين، شفنا مغادير البوتيفور. نخلي شيف ابراهيم ورينا الطريقه، نتمنى انكم تكونوا برضو متابعين معنا هسه. طيب احنا البوتيفور زي ما قلنا من البسكويتات الهشه، البوتيفور طبعا من انواع الحلوى الفرنسيه. اوكي، الطريقه بتاعتنا زي ما احنا شفنا المقادير يا جماعه، انا اول حاجه اخد الزبده ويا السكر مع بعض لغايه ما برضو يهيشوا، قريبه جدا من الطريقه اللي احنا عملناها بالنسبه للغريبه، بنضربهم مع بعض لغايه ما يهيشوا. بعد كده بنزل بالبيض والفانيليا والدقيق، بنخله، لازم يكون منخول. وقلنا ليه احنا بنخل الدقيق؟ علشان يهولينا الدقيق ويطلع الهواء اللي فيه. ننخل الدقيق مع البيكنج باودر، وبعد كده بننزل حبه حبه على العجينه بتاعتنا لغايه ما في الاخر يتكون عندنا الملمس او العجينه ملسه ناعمه زي كلها زيها زي بقيه انواع البسكويتات كلها. بعد كده التشكيل بتاعها بيكون كالتالي، يا اما بستخدم الكيس شويه عمليه حاره لان عجينه البوتيفور شويه عجينه ثقيله، او في المكبس اللي هو بتاع البوتيفور، او القطاعه ان انا بفرد الناي. بس راعي لما اجي افرد العجينه بتاعه البوتيفور بحط ورقه بتاع الزبده في الارضيه، ورقه بتاع الزبده من فوق، وبالفراده او المردانه بتاعتي بالراحه خفيف جدا، وبعد كده بقطع بالقطعات بتاعتي. ليه كده؟ علشان الزبده ما تسيح مني او العجينه بتاعتي ما تسيح مني. دي بسرعه كده طريقه عمل البوتيفور. بعد كده طريقه الحشوه زي ما احنا شايفين، ممكن نعمل شويه بني، نعمل شويه ابيض، بنحشي من وسطهم مربى، وبعد كده بنغلفها من بره، ممكن شوكولاته، ممكن مكسرات جوز هند، فستق، فول سوداني، الحاجة اللي بتريحني. في شوكولاتة البرمسيل برضو منتشرة شديد. دكتورة هتبتدي تعمل كام حبة دلوقتي، وأنا برضو بسيح شوية شوكولاتة في حمام. ممكن طبعا دكتورة تبقى خبايز برضو للشاي، يعني ما إلا تكون يعني أنا كده ما هديها حاجة، هي كده هي بسيطة، حاجة بسيطة كده علشان دي بس للشاي. ممكن تتحشي زي ما انت بتعمليها كده دكتورة، يعني ممكن في طريقتين. شايفين انا دي يعني برضو بشوفها من ناحية القيمة الغذائية بتاعتها، ان هي برضو بتحتوي على نسبة عالية من الدهون ومن السكريات ومن النشويات. مش دينا برضو احنا زي ما قلت لكم قعدنا نشرب الشاي، برضو ما هناخد كمية كثيرة عشان ما نتعرض للسمنة، لان جميع انواع البسكويتات مع الشاي انها بتعرضنا للسمنة. زي ما قلت لكم دايما حابين ناخذ القيمة الغذائية تكون اكثر، احنا ناخذها يا اما مع شاي سادة، يا اما مع حليب صافي، او مع كوباية عصير، لانه عشان نستفيد من القيمة الموجودة فيها وتكون اخذنا فعلا قيمة غذائية. طبعا دكتورة في المطاعم بيحطوا حبيتين بس جنب فنجان القهوة، ما بخل يعني، دي الحاجة الصح. هو ما بخل، لا ما بخل اي شيء الصراحة، دي الحاجة الصح، دي الحاجة الصح. هاي وده اللي انا قلته في بداية الحلقة دكتورة، ان الخبايز لو تخطط بكمية قدام الزول الزول بياكل نفسه يستحمل، بعدين مع الزونسة يا شيف ساعتها يعني هي خفيفة وساعتها وانت بتاكليها ما بتصدم، لكن طبعا على المدى البعيد ما بتصدم. بتأدي لي انا يا شيف من الحياة اللي ممكن تأدي لي المدى البعيد لإصابة بأمراض السكري، الإصابة بالكوليسترول لأنها فيها نسبة من الدهون، الإصابة بالسمنة تحديدا منطقة البطن، الإصابة ممكن أمراض القلب. دي كلها من الحاجات اللي ممكن تأدي لنا الكمية بتاعت أكل بسكويت بصورة كبيرة. طيب يا دكتورة احنا كده خلصنا، ممكن برضو نديها رشة بتاعت جوز هند احنا بس عشان نجرب الطريقه بسرعه. تانية يا جماعه احنا هنقول الطريقه بتاعت عمل البوتيفور. شفنا المقادير على الشاشه، البوتيفور بنضرب السمنه الزبده مع السكر، وبعد كده بننزل بالبيض والفانيليا، بننخل الدقيق مع البيكنج باودر، وننزل حبه حبه لغايه ما تتكون عندي عجينه زي اللي هي الملساء وناعمه، لكن شويه بتكون يابسه ما بتكون ناعمه شديد. دي عجينه البوتيفور، بنشكلها بالوردات او بنشكلها بالقطاعات او بنشكلها بالمكبس او اللي هي المكنه بتاعت البوتيفور. دي بمنتهى البساطه طريقه البوتيفور، بتخش الفرن على 180 درجه زي بقيه الحاجات كلها حوالي 20 دقيقه. البوتيفور بتاعنا بيكون بس برضه يكون مستني جنبه، وكمان اراعي ان انا اخد الوحدات في صواني قصيره الحواف علشان اشوف اللي حاصل جوه في الفرن بتاعي شنو. دي كانت حلقتنا الليله، النهارده عملنا المعمول، عملنا الغريبه، عملنا الغريبه الكاكاو، عملنا البوتيفور. نتمنى ان اصناف الليله تكون عجبتكم، ودايما احنا في تحت امركم في استفساراتكم في طلباتكم، الحاجات اللي احنا دارينا ان احنا نعيدها، الحاجات اللي احنا ما عملناها قبل كده، تواصلوا معنا واحنا ان شاء الله تواصلوا معنا. شوفوا اهم حاجه حتى الحاجات احنا عملنا لكم اللي نتمنى انكم تجربوها وترسلوها لنا. وبرضه كان زول ما زبطت معه حاجه، برضه شيف ابراهيم مستعدين نلبي كل طلباتكم وبرضه نرد على اسئلتكم. في نهايه الحلقه شفنا كلهم في امان الله. في امان الله.